دانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية باستهداف المدنيين وخرق الهدنة الأممية. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عناصر من الميليشيات الحوثية أطلقت الرصاص على المدنيين في منطقة مرخزة بمديرية قعطبة غربي محافظة الضالع، مما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين. وقال البيان أن استمرار ميليشيات الحوثي بإطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية الدولية.